في ظل ما تم من انقلاب بعد الثورة، وهو يتماشى مع التضحيات العظيمة اللي قدمها شعبنا وقدمتها مجموعات كبيرة من الشباب والنساء ورجال المقاومة والأحزاب والقوى المجتمع المدني والأجسام المطلبية وفي كل أنحاء السودان. وما يتم الآن في مناطق الصحفيين يجب أن يمتد في عند كافة القوى والأجسام الحية والمجموعات النقابية والمطالب الثورية، يجب أن ينتزع الشعب حقه في الديمقراطية وحقه في التنظيم النقابي والسياسي وحقه في التعبير. هذه الحقوق لا تمنح ولكن تنتزع، ولا سيما نحن الآن نقترب من 21 أكتوبر، يجب أن تكون هنالك حملة واسعة للتصعيد ولإسقاط الانقلاب ولغامة سلطة مدنية ديمقراطية. هذا يحتاج من قوى الثورة أن أولاً أن تصل إلى تنسيق ميداني، والتنسيق الميداني أدواته موجودة، هنالك الأطباء موحدون من كل القوى السياسية والفئات، وهنالك محامو الطوارئ، وهنالك النقابات والفئات من ضمنها ما يحدث الآن هنا، كل هؤلاء يمكن أن يقودوا التنسيق الميداني حتى تتكون جبهة مدنية عريضة لبنات وأبناء شعبنا من الديسمبريين والديسمبريات للوصول لحكم مدني ديمقراطي. طيب، دلالة إقامة انتخابات في الوقت الراهن تحول ديمقراطي والسودان بيشهد ثورة عمرها سنوات. الدلالة الكبيرة إنه الشعب لديه قدرة على اقتراح أشكال وعلى انتزاع حقوقه في ظلام دامس، والصحفيين كانوا دائما قوة مهمة، نحن نهنيهم على هذه التجربة التي يجب أن تنتقل لمجتمعنا كله لينتزع حقه في التعبير والتنظيم الديمقراطي. هذه تجربة مهمة، نحن نهني نقيب الصحفيين ونهني القوائم التي فازت، ونهني كذلك الذين لم يفوزوا وقبلوا هذا الاختبار الديمقراطي الذي يجب أن يمتد، وهذا ما نستهدفه في حكم مدني ديمقراطي. شكرا جزيلا.